بروك من السودان ده نلاقي في زول فكر بقدر يمشي نازح يقعد في بخيمة. طيب ما بتقعدوا حرج شنو بيكم قاعدين عشان تعرفوا العبس العيال هوانات دي الجوجات دي اللي يستلموا السودان كيف يستلموا؟ الله اكبر. دار اقول لكم من قلة الادب واحد اسمه محمد السيد سعيد كتب في الفيسبوك ان بكره تجاني سيسه ومسار حيعملوا لقاء في قاعه الله في صاله الله صاله الدينار. يا اللي جان المقاومه اطلعوا خربوا اللي غادا. رسلت رساله قلت له باكر الساعه 1 ظهر نحن قاعدين في الصاله دي اهل السودان تعال عشان اديك ادب ما سمعته تاريخك. ورسلت ثاني مباشره عشان يعرف واسف رسلوا لي المقاومه بتاعته دي والله اذا ماشيين في الشارع ده تعدانا زول ثاني ما يقعد سودان ما في لعب. نحن الزمن ده كله بنفتكر انه الحكايه دي ماشيه ديمقراطيه. دارين ديمقراطيه حبابكم ما دارين ديمقراطيه نتلاقى. ديل اهل السودان يا اخي ديل اهل السودان ده شعب السودان ابشر بالخير العمم والطواقي والنادي ده اهل السودان ابشر ابشر هذه دينا زول سفيه وصعلوه من الرمل وبطه الرمل عليه الطلاق اكرمكم ده هاي عليه الطلاق الهاشمي احمد القساوي عمدة قبيلة الكلاكلات الان نطلع الشارع ونجيب بوهان الان الان نشكر الجزيرة الشكر يا توم هجو الان نطلع ونشيلو نعم الله اكبر. انا حقيقة اقول اي انسان قاعد هنا يجب ان صوته يصل الى القائمين على